الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، قال رحمه الله في آخر هذا الباب، قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم. هذا الحديث فيه فضيلة حفظ هذه الآيات، 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف، فحفظ هذه الآيات سبب للعصمة من فتنة الدجال. وفتنة الدجال هي أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، فهي أعظم فتنة على وجه الأرض، وما من نبي إلا حذر من فتنة الدجال، وكان أشدهم تحذيراً النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قطعاً سيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخرج في الأمم السابقة، فكان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال شديداً، حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي كل صلاة أنه يستعيذ من فتنة المسيح الدجال. فالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال مع الاستعاذات الثلاث في آخر الصلاة ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، والصواب أنها سنة، ولكن على المسلم أن يحرص عليها حتى يسلم من هذه الفتن الأربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. ومن أسباب العصمة هذا الحديث، أن تحفظ 10 آيات من سورة الكهف، وفي رواية 10 آيات من سورة الكهف. وكيف الجمع بين هذا وهذا؟ الأحوط للإنسان أنه يحفظ 10 الآيات الأول و10 الآيات الأخر من سورة الكهف، كلها 20 آية لا تشق على المرء، وسورة الكهف سورة ميسرة في الحفظ، فلذلك على المسلم أن يحرص على حفظ هذه الآيات حتى يعصم من هذه الفتنة العظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه فضل سورة الفاتحة وآخر سورة البقرة. قد مر علينا فضائل سورة البقرة، سورة الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة كما في أول هذا الباب. ومن فضائل ما هذا الحديث أنه ما قرأ عبد هذه الآيات سواء سورة الفاتحة أو آخر سورة البقرة إلا أعطاهم الله سبحانه وتعالى سؤلهما. فلذلك على المسلم إذا قرأ الفاتحة أو قرأ آخر آيتين من سورة البقرة أن يقرأهما باستحضار وأن يقرأهما بإخلاص، لأن ذلك أرجى في إجابة ما يدعو الله به، لأن سورة الفاتحة ثناء على الله ثم دعاء عظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا أعطيت هذا أعطيت الخير كله، إذا أعطيت هذا الدعاء أعطيت الخير كله، وإن سلبت هذا الخير سلبت الخير كله. فلذلك على المسلم أن يستحضر أن سورة الفاتحة تقرأها في اليوم 17 مرة، فلذلك عليك أن تستحضر هذا الدعاء العظيم، ولعل حفظ الله سبحانه وتعالى لك من المهالك بسبب ما تقرأه في هذه الصلاة في سورة الفاتحة. ولطف الله خفي لا يعلم المرء من أين يأتي،
وكذلك آخر آيتين من سورة البقرة، كما مر علينا أنها من قرأها في ليلة كفتة فهي من أذكار الليل، والليل يبدأ من دخول المغرب، فإذا دخل المغرب اقرأ هاتين الآيتين، آمن الرسول إلى آخر السورة، فتكفيك بإذن الله من الشرور، شرور الشياطين، شياطين الإنس والجن، وشر كل شر، كل ذي شر من جميع المخلوقات. من قرأها في ليلة كفتاه كل الشرور، وقيل كفتاه من قيام الليل إذا فاته. وعلى كل حال على المسلم أن يحرص عليهما، احرص عليهما حرصا شديدا، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الإنسان في هذه الدنيا معرض لأهل الشر من الإنس والجن، كما ذكرنا أن الشياطين لا تنتظر منك أن تعتدي، بل إذا حصلت فرصة انقضت عليك كالعقرب، فعليك أن تحفظ نفسك من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، ومن شرور جميع المخلوقات. ومن أسباب ذلك قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، وأيضا من فضلهما هذا الحديث أنك ما قرأت آية منهما إلا أعطيت إياها. وآخر سورة البقرة فيها دعاء عظيم، فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى بقراءة هاتين الآيتين استجاب الله لك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث وقد فعلت، في آخر آيتين من سورة البقرة قال قد فعلت. فلذلك المسلم لابد أن يستحضر. كثير من حديث الفضائل يقول الإنسان يعني أنا أقرأ، أنا أقول الأذكار، أنا أقرأ الآيات ولكن لا أرى فائدة. الخلل ليس في الذكر، الخلل في الإنسان نفسه، فيني وفيك، إما بعدم الإخلاص وإما بعدم الاستحضار. لأن كثير من الناس الآن إذا قرأ هذه الأذكار وقرأ هذه الآيات يقرأها كالعادة لا يستحضرها. فلذلك الاستحضار من أسباب وجود هذا الدافع، وعلى قدر استحضارك وتعليق قلبك بالله تكون فائدة هذه الأذكار وهذه الآيات التي فيها هذه الفضائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.